إلى مريم الآن وأحوال الطقس. مريم تفضلي. أهلا ميسون، شكرا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الى نشرة الطقس واخر المستجدات المناخية في المغرب، حيث تشهد مختلف المناطق المغربية هذه الايام درجات حرارة جدا منخفضة. يمكننا ان نلاحظ من خلال الخريطة اللون الازرق هنا يشير على ان درجات الحرارة تسجل درجات ما دون 10 درجات مئوية على مختلف ارجاء البلاد كما هو ملاحظ. اللون الازرق الغامق هنا يشير على ان درجات الحرارة تسجل درجات ما دون 0 مئوي وتحديدا خلال ساعات الليل على مختلف المناطق المحاذية للاطلسين الكبير والمتوسط وأيضا مناطق شمالية من البلاد. وقد أفادت وزارة الداخلية أنها بتنسيق مع وزارة الصحة وضعت 5000 من الأطر الطبية ومن المسؤولين المحليين في حالة تأهب لمواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح مناطق في المغرب خلال الأسبوع الجاري. ولمواجهة كل احتمالات أنشأ المغرب مستشفيين ميدانيين للجيش المغربي، الأول في قرية ووزغت في ضواحي مدينة أزيلال في وسط البلاد، والثانية في قرية سمرير في ضواحي مدينة تنغير في شرق جنوب البلاد. هذا بالإضافة إلى مستشفى متنقل لوزارة الصحة في قرية يوميا في مدينة ميدلت في وسط المغرب. ووضعت رباط 9 مروحيات لتقديم دعم لفرق التدخل الطبي والإنساني ولإجلاء الحالات المستعجلة أو إيصال المساعدات الغذائية للقرى المعزولة، إلى جانب نشر عدد كبير من سيارات الإسعاف في مختلف أرجاء المغرب. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هنا جوسي من كنوز الطبيعة.